مرحبا برج الأسد، أهلا فيكم في القراءة العامة. أول شيء يا برج الأسد، جانب المشاريع والوظيفة، الجانب العملي من حياتك. عندنا الغصن الأول إيس أوف فاير، دائما الأغصان الأولى أو الكوب الأول، كرتات الأولى من كل مجموعة تمثل البدايات الجديدة ولكن بقوة. وراها خمسة الأكواب. عندنا هني الغصن الصغير. قاعد أشوف في جانب حياتك العملي يا برج الأسد إن أنت تعبت من الانتظار، تنتظر شخص يعرض عليك وظيفة، تنتظر إن تحصل على الوظيفة اللي تستحقها، تحصل على وظيفة يكافئ فيها. هني ما بين طاقة الأغصان إلى طاقة المردود المالي، ما كان دائما التعب اللي في الوظيفة، المجهود المطلوب منك يوافق الراتب اللي يعطونك إياه. وايد اختلاف، وايد فرق، تتعب وايد ولكن المردود والراتب قليل. في الفترة القادمة أشوف برج الأسد تعب وتملل من إنه ينتظر مثلا من الشركات أو الجهات الأخرى يعطونا الراتب اللي يستحقه، فشنو قاعد يسوي؟ يأخذ الأمور بيده. أشوفك هني قاعد تدخل وتبتدي جانب يخص المشاريع، تبتدي بزنس خاص فيك، وإما كان بزنس لحد الآن ولكن تبتدي عمل جانبي على الخاص يعطيك مدخول أفضل. القبول لك في هذا المجال اللي أنت تفكر أنك تدخل، أو إن كان شيء بسيط مثلا أنك تبيع ملابس، تبيع مستحضرات، تبيع اكسسوارات، لأن عندنا الغصن الصغير بما معناه أن أنت هني البزنس اللي راح تدخل فيه هو مو بزنس أساسي، بزنس مكمل لشيء أوريدي موجود. مثلا السيارات أوريدي موجودة، أنت هني تبيع فقط قطع الغيار، فقط تبيع الاكسسوارات، تبيع الشيء اللي يكمل بضاعة اوريدي موجودة في السوق. هني الرسالة لك، اذا اعتمدت على التسويق وابتديت بجانب معارفك، اصدقائك، الناس اللي كنت تعمل معاهم في السابق في هاي الشركات، لان كأنما هني قاعدة احس ان نقطة القوة لك راح تكون ان انت اوريدي اشتغلت في وايد اماكن، أسست نفسك، صار عندك معارف، عندك ناس تعرفهم في الشركة الفلانية، في المكتب الفلاني. إذا اعتمد على التسويق لمعارفك، للأشخاص اللي تعرفهم، التقيت فيهم سابقا، هني راح تلاقي الكثير من القبول. الكثير من الناس أشوف راح يبتدون يقبلون على منتوجاتك أو خدماتك ويطلبونها منك، حتى ما راح تلاقي صعوبة في الترويج أبدا، ولكن ابتد من الناس اللي تعرفهم. هذه هي الرسالة لك، بداية أشوفها جدا مبشرة وبعيدة عن الاعتماد على وظيفة ثابتة أو حتى الاعتماد على جهة معينة هي اللي تحدد شنو الوظيفة اللي يعطونك إياها وكم مرتبك. أشوفك هنا قاعد تنطلق في عالم الأعمال، وإن كانت بداية بسيطة متواضعة، ولكن إن شاء الله راح تفتح أمامك الكثير من الأبواب الأخرى. هني اعتمد على معارفك، انت صرت تعرف ناس وايد يا برج الأسد. خلينا نشوف جانب الأموال. عندنا أربع الأغصان، يتلوها عشر الأكواب، السعادة الكاملة وملك السيوف. أكثر شيء قاعدة أشوفه لك يا برج الأسد، خلال هذا الشهر انت قاعد تبتدي هني في جانب الأعمال أو في جانب أنك تحاول تتوسع في مجال ما، مثل ما قلت لك أموالك حافظ عليها، وأموالك ما أشوفها قاعدة تزيد في هذا الشهر، لأن لا تنسى أنت هني قاعدة تحاول تنمي الأموال عن طريق أنك تصرفها في استثمار آخر، فكن حذر أن أموالك ما تصرفها في أشياء تخص الاستمتاع، أشياء كمالية، أصرفها فقط في الأساسيات. أربع الأغصان هو كرت الأساس، contentment، وجود هالكرتين مع بعض معناهم ان انت مكتفي خلال هذا الشهر، ما تحتاج اكثر من كذي، حتى لو كنت تتمنى اموال اكثر او تتوقع تنتظر خلال هذا الشهر، انت كأنما من الله يعني يقول لك انه ما تحتاج اموال اكثر من كذي عشان تحقق اللي في بالك، اللي في بالك اللي انت مقدم عليه، المرحلة الجديدة هني اللي شفناها، ما تحتاج منك اموال اكثر. ترى ملك السيوف يطلب منك هني ان تقوم بقرارات عادلة تجاه نفسك وتجاه الآخرين. إذا راح تصرف، احرص أن صرفك يكون داخل محيط البيت وعلى الأساسيات، لا تصرف على الأشياء اللي فيها احتفال، فيها متعة، فيها جمعة، فيها كل واحد يظهر الجانب الباذخ من حياته. هذا هو تحذير لك. ملك السيوف أيضا عقلاني، يحسب حساب بكرة، هذا هو المطلوب أو النصيحة لك على الأقل خلال هذا الشهر.
لأن كأنما الفكرة هني سواء كان عندك 1000 أو عندك مليون، إذا أنت راح تحسن التصرف بطبيعتك، إذا كنت راح تحسن التصرف راح تقدر تسويها، سواء المبلغ اللي عندك كان بسيط أو كان كبير. نفس الفكرة نفس المبدأ ينطبق على المبلغ اللي عندك. جانب الدراسة يا برج الأسد، عندك الخماسيين، عجلة الحظ، والكوب الصغير. هني كأنما أشوف أن أنت في الدراسة اللي مقبل عليها واللي أنت فيها already، راح يكون أول شيء في اختلاف كبير ما بين الجانب النظري من الدراسة والجانب العملي. في اختلاف، في موازنة تحتاج أن أنت تسويها أو تفهمها. أن الجانب النظري أنت راح تبدع فيه وراح تتخطاه وتجتازه بسهولة أكثر، لأن الجانب النظري هم دائما يقولون أن اللي يدرسونه إياه في المدارس أو في الجامعات مجرد الأساس. الجانب المعقد يأتي بعدين في الوظيفة. هذه هي الرسالة لك، لأن عندنا الكوب الصغير، كأنما أنت اللي لازم تكتشف وأنت اللي لازم توفق ما بين الاختلاف. راح يكون عندك اختلاف أو ثغرة كبيرة، ثغرة كبيرة ما بين أنت شنو درسوك إنزين وشنو التطبيق العملي أو الامتحان العملي. إذا كان عندك أيضا امتحانات عملية، في فراغ صاير بينهم، في فراغ لازم أنت تغلقه، لازم أنت تبذل المجهود عشان تعرف شنو الفرق بينهم وشلون. الحين إذا أنت نجحت في الجانب النظري اللي أنا متوقع عليك هني في نجاح سهولة أكثر، ولكن الجانب العملي هو شوي صعب، هو شوي مخادع. هذه هي الكلمة بالضبط، إنه مخادع، فجهز نفسك لهذا الشيء. انزين خلنا نشوف إذا أنتوا طبعا الرسائل القادمة، جانب الهجرة، جانب الصحي، جانب القانوني، ما راح يكون من أجل الكل، فقط اللي عندهم أخبار ينتظرونها في هاي الجوانب. برج الأسد، إذا عندك أخبار تنتظرها من جانب الهجرة، أول كارت لك الإمبراطور. ما أحب أشوف هذا الكارت لما يخص، لما إحنا نكون نتوقع موافقة، لأن معناته إن راح تتصعب الموافقة أو تتأخر أو الإجراءات معقدة. يعني عندنا الإمبراطور ملك الملوك، وراها كارت برج العقرب. برج العقرب راح أقول لك عنه، هذا برج الحمل وهذا كارت برج العقرب. برج العقرب إذا حط في باله شيء، شخص معين، أصعب الأشخاص يقدر يلينهم. هذه هي ميزته وهذا هو موطن قوته. ليش عنده كارت الموت؟ هو ليش هو كارت الموت؟ لأن هو اللي يقدر يغير، يشكل الشخص اللي أمامه على اللي يبي. تأكد من هذا الشيء، من مواطن إبداع هذا البرج العجيب. أصعب الأشخاص وأكثرهم عدم تعاونا وأكثرهم عصبية وعنادا، إذا بغى منهم شيء برج العقرب يقدر يحصله منهم. شلون أنت أخذها وتطبقها على وضعك في الهجرة؟ كأنما هني النصيحة لك، أشوفك أنت مقدم على هجرة دائمة أو إقامة دائمة في ذيك الدولة اللي تريد أن تسافر لها. هذا الطريق صعب، لأن قاموا يقللون الفرص، يقللون الأشخاص اللي يوافقون عليهم من أجل أن يعيشون بشكل دائم، شكل خلاص أنت مقيم الحين في هذه الدولة، فلازم أنت تلتف على القانون نفسه. لازم تلتف، لازم توجد لك إما ثغرة أو بدل ما هني تتجه نحو الفيزا الدائمة، الفيزا الإقامة الدائمة، توجه نحو شيء مؤقت، مثلا فيزة عمل إذا كان عندهم تصنيفات أخرى أسهل أنك تحصل عليها الموافقة، فيزة عمل مؤقتة، فيزة زيارة بغرض العمل، whatever. أنت انظر إلى كل التصنيفات، هني المطلوب منك تنظر إلى كل التصنيفات وتقول دام أن هذا الدرب صعب ولحد الآن ما حصلت فيه الموافقة، شنو البدائل؟ في بدائل أسهل، هذا اللي قاعدة أشوفه. اتجه نحو البدائل الأسهل، ثبت نفسك فيها، بعدين إذا وصلت في هاي البلد بعدين حاول تتجه إلى الدرب اللي أنت لطالما بغيته، الإقامة الدائمة، أنك تبقى وتعيش في هاي الدولة، لأنه صار حين صعب. فلازم محتاجين إحنا كلنا، مو بس أنت، النصيحة هذه لكل الأبراج، إحنا محتاجين طاقة برج العقرب، إن سمونا الشيب شيفتر، نتأقلم ونتلون ونتشكل على مهما كانت الإجراءات صعبة، أقدر أن أنا أخترقها، على الأقل ألتف عليها. هذه هي النصيحة لك. أو تريد أنك تظل تنتظر، ولكن بما أن عندنا الإمبراطور يعني الانتظار راح يطول،
انزين خلينا نشوف جانب الصحة ايضا. هاي الرسالة مو حق الكل، هذا لين فقط حق الناس اللي يحسون صحتهم فيها مشكلة، فيها ضعف. عندنا 7 الخماسيات. الكوب الاول وكرت الشيطان، هذا كرت برج الجدي. اول كرتين يا برج الاسد، اذا كنت انت تعبان، دائما تحس انك تعبان مرهق، نومك مو منظم. 7 هو رقم في عدم شوي تنظيم، فانت هني قاعد تشوف العوارض ومنتبه لها ولكن مو عارف شنو السبب. هني عندك السبب، افراط نشاط في غدة معينة، ممكن تكون الغدة الدرقية. افراط النشاط فيها او حتى خمولها هو اللي يخلي نومك، ممكن طاقتك تكون وايد لان الكوب هذا يفوض، ممكن افراط النشاط فيها تكون ما تقدر تنام، الظل مواصل لفترة طويلة، وأيضا خمولها يؤدي فيك أن أنت دائما نايم ما قادر تقوم من الفراش، أو دائما حتى لو قمت أنت متعب أنت مرهق تحس أنه ما اكتفيت. لازم تنظر إلى هذا الموضوع إذا كنت تحس بالإرهاق. هني كرت الشيطان يقول لك أن أنت عوارضك اللي شخصتها بروحك في البيت، تشخيصك أنت يا برج الأسد مو صحيح، اعتمد على تشخيص الطبيب، لأنه دائما الشيطان هو أسميه كرت السراب، إحنا ما نشوف الأمور على حقيقتها. عكس كرتك أنت وهو كرت الشمس، كرت الشمس كرت النجاح، كرت الوضوح، هذا عكس طاقتك. فكأنما تشخيصك الخاص تقول مثلا بسبب أني تعبان، لا مو بسبب أنك تعبان، عندك مشكلة في الغدة أو أحد الغدد، شيء كذي، إفراط أو خمول في نشاط الغدة. خلينا نشوف الجانب القانوني، هالرسالة راح تنطبق إذا بعضكم ينتظرون قرار محكمة أو شيء في النظام القانوني القضائي في الدولة. عندنا 9 الخماسيات، من أول كرت خلاص عرفنا شيء يخص الانفصال. ممكن بعضكم أيضا ينظرون إلى شيء يخص الزواج، ولكن وراء هاي كرت الأميرة العزباء أسميه دائما. عندنا كرت برج الميزان العدالة، هذا هو أنك توقع على شيء خلاص، إما أنك راح توقع وتمضي على موافقتك على الانفصال أو موافقتك على الزواج مهما كانت الرسالة لك. فهني أشوفك مهما كان الموضوع اللي تنتظره ومتوقف عندك في دائرة المحكمة، راح تحصل فيه على مو فقط الانتصار، حرية. بعضكم يقول أنا حريتي وسعادتي أوجدها في دخولي في الزواج، بعضكم يقول لا، حريتي وسعادتي أن أنا أتخلص، عندي شخص مرتبطة فيه يمكن بس اسما، أو ظلينا منفصلين فعلا ولكن مرتبطين قانونيا لفترة طويلة وإحنا مو عايشين مع بعض. هذه هي الرسالة لك، أو مو سعدين مع بعض، في انفصال أو ارتباط قادم في الطريق، مهما كان راح يسعدك في النهاية، هذا اللي أنت تتمناه وتنتظره وكنت تسعى عليه، إن أنا برج الأسد أخيرا أرجع لوضع الطبيعي، أرجع لشيء أنا سعيدة فيه أو أنا سعيد فيه. برج الأسد، الحين ننتقل إلى قراءتك العاطفية، راح تكون عامة. هنا يقول لك كل من يتهيأ له فراغة البال واجتماع الخاطر وحبيب مدلل لطيف، فإن السعادة تصاحبه والحظ الموفق يلازمه ويقارنه. هنا يقول لك خصوصا إذا أوردي كان موجود شخص في حياتك أو شخص معين في بالك يا برج الأسد، كأنما ما أدري، هني في تلميح من الشاعر أن أنت لا تنظر وايد إلى الأسباب وإلى الظروف وإلى الأمور الأخرى المحيطة فيكم، وجود هذا الشخص وأن أنت تكونون سعيدين هذا مجرد كفاية. لا تتطلع، كأنه يقولك لا تتطلع وايد إلى قدام بحيث تفقد قيمة الحاضر اللي عندك، ما تنتبه له، ما تلتفت له. إنزين أوقات لما إحنا تكون عندنا نعم أوردي موجودة ما نلتفت لها لأنها أوردي موجودة، فنأخذها من المسلمات. هذا هي، هذا اللي يحاول يبتدي فيه، النصيحة اللي يبتدي فيها الشاعر هنا. ولكن أقول لكم هنا في البيت الثاني، وحرم العشق يعلو بابه عن العقل ويستطيع تقبيل أعباء أعتابه من يخاطر بروحه وحياته. هني أيضا رد يقول لك الشاعر كأنما خليك ممنون خصوصا إذا أوردي موجود في حياتك. هني الرسالة قاعدة أشوفها أكثر شيء تتجه نحو شخص
من برج الأسد اوريدي عنده حبيب، اوريدي عنده شريك. الشاعر يطلب منه أنه يقدر شريكه أكثر، أنه ينتبه للنعمة اللي عنده أكثر. الشيء اللي عندك مو سهل أو مو بسيط، لأن هني يقول لك في مخاطرة، في شيء صعوبة، في صعوبة أنت اجتزتها فقدرت تحصل هذا الشخص، أو أخيرا دخل هذا الشخص في حياتك. فلما يدخل لا أنت تكون وايد متقدم عنه وعايش في الأمام، عايش في المستقبل، بحيث أنه ما تلتفت لوجوده أو ما تقدره. في أشخاص موجودين في حياتنا، ساعات مشاغل الحياة، التفاتنا لشيء ثاني يأخذنا عنهم. وثغر الحبيب الضيق الحلو كأنه ملك سليمان. شفت ملك سليمان اللي دائما يضرب فيه المثل ب مو فقط بكبر حجم الملك، ولكن حتى بالضخامة، الأموال، الماديات. هني رسالة تخص الماديات. ونقش خاتمه الأحمر، إنزين، وثغر الحبيب الضيق الحلو كأنه ملك سليمان، ونقش خاتمه الأحمر يطوي العالم تحت فصه. انت هني كأنما قاعدة أشوف يا برج الأسد، موجود في علاقة، موجود في زواج، عندك شيء الحين مع الشريك، ولكن وايد متطلع إلى قدام، وايد متطلع إلى الماديات، إلى الآخرين. ملك سليمان، طالع مثلا ابن خالك، ابن خالتك، أختك، أخك، شلون تقارن حياتك بحياته؟ أنت هني يتكلم لك عن الثغر، بما معنى أنت تحس أن كل اللي تملكه مجرد أحاسيس مع شريكك، مجرد كلام، مجرد لحد الآن ما تملك الماديات، ما تملك الاستقرار، ما تملك الأمور اللي أنت تحلم فيها اللي تخص المادة. أكثر شيء هني أشوفه يتكلم عن المادة. هني يقول لك بالعكس، هذا الشخص اللي وإن كان ما يقدر يوصل لك كل شيء أنت حاليا تتمنى، ما يقدر يعطيك الألماس، ما يقدر يعطيك الذهب، ما يقدر لحد الآن، توه هذا الشخص يبني حياته، ولكن تحت يد هذا الشخص بركة، مكتوب للبركة. أشخاص كثيرين إحنا ننظر لهم ونشوف إنه ما شاء الله تتحسن حالتهم المادية بعد الزواج، مو قبل الزواج، إن هذا الشخص تحت يده في بركة. كأنما ما عندك ملك سليمان، يقولك شعر ما عنده ملك سليمان، ولكن تحت خاتم الأحمر. يمكن شريكك دائما يلبس خاتم، أو خاتم عقيق، خاتم فيه نوع من اللون الأحمر والبني، هاي الدرجات، يطوي العالم تحت فصة. عنده شيء هذا الشخص تحت يده مكتوب للبركة، ولكن مو الحين، لحد الآن أنت في ترقب، لحد الآن أنت مو راضي، عشان كذي أشوف أنه ما تحقق الشيء. وإذا كان للحبيب الشعر الأسود الفاحم والشفة الحمراء، أو لم تكن له هذه الأشياء، إذا حبيبك كان يملك أو ما يملك، سواء أنت تنظر إلى جمال، تقارن مثلا شكل شريكك بشكل الآخرين، أمواله بأموال الآخرين، وظيفته بوظيفة الآخرين، شنو يقدم لك في المناسبات مقارنة مثلا الآخرين، شنو يعطونهم أزواجهم، حبايبهم، الهدية، الأمور المادية. فهني يقول لك إذا كان للحبيب الشعر الأسود الفاحم والشفة الحمراء، أو لم تكن له هذه الأشياء، فإنني فخور بحبيبي فحسن الشامل لجميع هذه الأشياء. عندك ما يعادل المادة حسن في الأخلاق، حسن في المعاملة، شخص مخلص، شخص طيب، شخص ما فيه خبث. معدنة هو إذا الأشخاص يملكون معادن نفيسة مثل الألماس والذهب، هي اللي قاعدة تعوضهم عن هالأشياء. أنت المعدن الحقيقي اللي تملكه هو في جوهر هذا الشخص، في هو حقيقة هذا الشخص. عندك شخص، أو إذا لحد الآن أنت أعزب يا برج الأسد، مقبل في حياتك هذا النوع من الشخص، هذا الشريك اللي ما يملك ماديات، ولكن يملك الروح، يملك الأخلاق، يملك من الدين. فيا أيها المنعم، يمكن أنت يا برج الأسد حالتك المادية أفضل منه، لأنه يقول لك فيا أيها المنعم تحقر، لا تحقر أو لا تحتقر أمر الضعفاء الهزيلين، فإن السائل المتخلف بالطريق له الصدارة في مجلس الشراب. بعطيك مثال عشان تفهم هذا البيت. دائما الناس، أو هني حتى في القناة، ناس يستانسون لأن مثلا أنزل قراءة برجهم في أول الناس، أول قراءة برج تنزل لبرجهم فيستانسون. الأبراج اللي تصير في الأخير يحزنون. ولكن ليش يقول لك هني حتى السائل المتخلف بالطريق، الإنسان الشحات الطرار، هو اللي حصل الصدارة، الأفضلية في مجلس الشراب؟ أنا رح أقول لك ليش. حقيقة مو بس الشاعر أقول، أنا بعد أقول القراءات الأخيرة تكون من أفضل القراءات.
راح أقول لك ليش. مثلا بالنسبة لي في قناة التارو إذا أسوي قراءة آخر 4 آخر 3 أبراج يكونون من أفضل شيء، أو حتى آخر 6 أبراج أفضل قراءات تصير لهم. أول شيء لأن أنا ما أضطر أستعيل وما يكون علي ضغط مضغوط أن أنا لحد الآن عندي 10 قراءات 11 قراءة، هذا الضغوط النفسية تأثر في الموضوع. الثاني شيء أن دائما أنا أحب أغير وأنوع في القراءات، ما أحب أتم على سيستم واحد أو طريقة واحدة وأتم عليها طول حياتي. فلحد ما أتعود على الطاقة الجديدة اللي أنا أجلبها في القراءة، مثلا فال الشعر هالمرة، لحد ما أتعود عليه وأبدع فيه وأتمكن منه يبيلك كم قراءة عشان أحس أني فعلا تمكنت منه. فاللي في الأخيرين قراءتهم، ولاحظ أنت اللي في الأخيرين قراءتهم دائما تكون طاقتهم متماسكة أكثر، الطاقة ما تحس فيها تشويش، ما تحس فيها خربطة، لأن حتى القارئ نفسه يكون تمكن من الطاقة اللي قدامه. إحنا تقول لي ليش السائل المتخلف بالطريق له الصدارة؟ ليش شريكك اللي لحد الآن ما كون نفسه، لحد الآن ما عنده الأموال، ما عنده الشكل، له صدارة في المجلس؟ لأنه هو وايد تأخر، ممكن هو في مخاطر بالطريق، في أمور سيئة، في أمور سيئة تجنبها هذا الشخص لأنه أصلا متأخر. السلامة بيد الله سبحانه وتعالى. يمكن لأنه تأخر في الطريق وأخذ وقت طويل عشان يأسس نفسه ويصير غني، بالعكس يملك أكثر خبرة ما بين كل الناس اللي أنت حين يا برج الأسد تنظر لهم وتقارن، مو بس شريكك، تقارن حتى حياتك أنت الخاصة. أنا شنو أنجزت مقارنة بفلانة، بصديقتي، بأختي، عرفت؟ يصير لك الصدارة. المتأخر يكون آخر شخص دخل، فيمدي أن أول شيء ياخذ المزة أو الميزة والخلاصة من تجارب الآخرين، وفي نفس الوقت يتجنب الأخطاء اللي وقعوا فيها. ترى التأخر حتى سواء كان في قراءات التارو أو في الحياة بشكل عام مو سلبي، بالعكس أنت تتجنب أشياء وتستفيد أيضا من أشياء، عشان كذي يصير لك الصدارة في مجلس الشراب. واعتبر قدرتك غنما أو غنما كبيرا، غنيمة. حينما تكون فوق سطح الأرض فقد أودت الأيام بالكثير من العاجزين إلى جوف الثرى. هني الشاعر ينصحك نصيحة عامة، مجرد ان احنا نكون عايشين، حتى لو لحد الان ما تحققت كل امانينا، مو كل اللي صار لنا سنين نحلم بهالشخص، سنين نحلم بهذا الشيء لحد الان ما تحقق، مجرد وجودك ان لحد الان حي على وجه الكرة الارضية هو نعمة في حد ذاته، لان دامك حي الامل لحد الان موجود. نصيحة عامة انزين. وتعويذتك التي تدفع البلاء عن روحك وجسدك هي الدعاء الذي يدعوه الفقير حينما يقول: من ذا الذي يرى الخير في أكداس الحصاد ويحس بالخجل من جامع السنابل والأعواد. فقرك الحين سواء كان فقر في المادة أو قلة في المادة، افتقادك لهذا الشخص اللي تتمنى أنه يدخل حياتك، يمكن تقول لي حتى أصلا ما دخل حياتي لحد الآن، لأنما أنت مو حاس، بس هني يقول لك في فقرك نفسه، لأنه يقول لك صح في ناس خيرهم في فقرهم على الأقل مؤقتا، مو دائما، مؤقتا، حاليا أنت وضعك ما تملك الكثير، شلون ترى الخير في أكداس الحصاد ويحس بالخجل من جامع السنابل والأعواد؟ تحس بالخجل إذا جيت تقارنت نفسك وإنجازاتك تحس ان انت وايد في فرق بينك وبين الناس اللي من نفس سنك، ممكن، او شلون حياتك صارت، شلون حياة مثلا صديقتي من ايام الجامعة او الثانوية صارت. البلاء نفسه قاعد يندفع عن حياتك وروحك لانه اوريدي قاعد يصيدك. ما في انسان الله سبحانه وتعالى ما يكتب عليه بلاء، لان الله عادل. فانت كأنما بالعكس استانس اكثر لان بلائك قاعد يصير الحين، أو صعوبة في حياتك، الافتقار للشريك، للحب، للزواج، للمادة قاعد يصير الحين، لأن ما ضاقت إلا تفرج. أحسن من أن تتعود على الخير والأموال والعز وبعدين تفتقر. البلاء يأتي البشر مهما كانت حياتهم، الكل. أموال قارون أتته البلاء، قارون نفسه أتاه البلاء. إنزين. فيا ريح الصبا تحدثي رمزا عن عشقي لمليك الحسان، فإن أقل خدامه مئات من أمثال جمشيد
وكي خسرو. فيا ريح الصبا تحدثي رمزا عن عشقي لمليك الحصان. هذا انت يا برج الاسد، عندك وايد، عندك حب مو طبيعي. انا هني الرسالة اشوفها قاعدة تروح لشخص من برج الاسد، عنده حب مو طبيعي، ولع مو طبيعي، اما بالسيارات، اما بالمظاهر، اما بالماديات، اما الاشياء التجميلية. تحب الجمال، تحب الذهب، تحب الاكسسوارات، الملابس، ادوات التجميل. عندك حب لاي شيء يخص الجمال، سواء الجمال في نظرك سيارات، املاك، او اشياء اصغر. عندك عشق، فإن أقل خدامه مئات من أمثال جمشيد وكي خسرو. الخير اللي مكتوب أمامك، مو بس أمامك، أمامك أنت والشريك، لأن هذه قراءة عاطفية. وأنت حين أقل مستوى ما بين كل هاي الناس اللي قاعدة تقارن نفسك بهم، ولكن أقل أفضل. شوف راح تنعكس الآية، أفضل واحد الحين أنت تشوفه في حياتك من قرنائك، قرنائك الناس اللي درسوا معاك، الناس اللي مروا بنفس الأمور معاك وصاروا أحسن منك، أكثر أفضل واحد فيهم هو اللي راح يصير أسوأ واحد مقارنة فيك. لهالدرجة أنت راح ترتفع، ارتفاعك مشترك أنت والشريك مع بعض، ارتفاعكم مع بعض متجاور متلازم في حياة مشتركة مع بعض. أفضل واحد فيهم أصير أقل واحد مقارنة فيك لهالدرجة. وإذا قال لك إني لا أريد عاشقا مفلسا كحافظ، إذا أنت قلت أو أهلك قالوا إني أنا ما أريد مثلا شخص مكون نفسه، ما أريد أخذ شخص ما عنده فلوس، ما عنده مهر، فقولي له إن جليس السلطان سائل المعدن مسكين. جليس السلطان يعني حتى يعني الشخص المقرب من السلطان. ليش قلت لك هذا الشخص أو دخول هذا الشخص في حياتك؟ من تحت يده، من تحت خاتمه، فيه الكثير من الخير. وايد هو معدم، معدم مسكين، يعني المسكين حتى أقل من الفقير، ولكن على مستوى هو الحين ايش كثر ما عنده باشر راح يصير عنده، لأنه هو جليس السلطان. السلطان هو الله سبحانه وتعالى. لهاي الدرجة انت الحين اوريدي مقدم على حياتك او موجود في حياتك شخص بهاي المواصفات، شخص معدنه طيب، ولكن يفتقر الى معدن الحقيقي اللي هو المال، جليس السلطان. واذا ما حدث لحد الان في حياته، ما انفتح عليه الخير، بكرة راح ينفتح. ولكن هل انت يا برج الاسد راح تستطيع ترى الحكمة في الامور والحكمة في تدبير الخالق؟ هذه كانت رسالتك العظيمة.